ادعى انه المهدي المنتظر وروج افكار مغلوطة عن الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. لو الفيديو عجبكم متنسوش بالاشتراك في القناة واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من إلقاء القبض على موظف إداري بمجلس مدينة كوم حمادة لإتهامه بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بروج لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامي وبيدعي إن هو المهدي المنتظر. وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة. وتضمن صفحات المتهم الذي يدعى عين فيه دال 54 سنة حاصل على دبلوم فني هجوم شديد على مؤسسات الدولة خاصة الأزهر الشريف الذي وصف علماءه بالضالين. كما تضمنت صفحته على موقع الفيسبوك زعموا أنه من الأشراف المنتسبين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه هو صاحب معجزات إلهية. وكذلك روجت صفحته الشخصية لعمليات بيع الآثار الفرعونية والتي نشر خلالها مجموعة من التماثيل التي يشتبه أنها أثرية. وراد دار الإفتاء المصرية على مدعي أنه المهدي المنتظر. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. السؤال بيقول: هل حقا نصدق من يقول أننا في آخر الزمان وظهور المهدي المنتظر؟ نرجو توضيح علامات يوم القيامة. وبيرد الشيخ أحمد وسام بيقول يظهر إن السؤال ده متعلق بالفيديو اللي انتشر في الفترة الأخيرة لشخص يدعي أنه هو المهدي المنتظر. وكان من الواضح في الفيديو ده، الشيخ أحمد بيقول الواضح في الفيديو إن الشخص ده مريض نفسي وعقلي وإن كلامه ما يدلش على العقل. يذكر أن مركز كفر الدوار بالبحيرة قد شهد في شهر مارس الماضي ادعاء شخص مسن من أمام أحد المساجد أنه المهدي المنتظر. كل فترة كده يطلع واحد يدعي أنه المهدي المنتظر، الناس حصل لها حاجة في مخها ربنا يهدي. وأكد صاحب الواقعة أنه المهدي المنتظر الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان ليحكم في الأرض وينشر العدل. وظهر الراجل اللي هو بيدعي أنه هو المهدي المنتظر ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو واقف أمام أبواب أحد المساجد مرددا بأنه هو المهدي المنتظر. وبيتابع الشيخ أحمد وسام كلامه وبيقول إحنا بنقول للناس ما تنشروش مثل إيه هذا الكلام وما تعلقوش عليه. واللي يعمل كده من اللي هما اللي بيدعوا إن هما زي المهدي المنتظر كده دول لازم ان احنا نهملهم وما نديهمش اي اهتمام. ومثل يعني الناس اللي زي دول ناس مجازيب. وسيدنا المهدي المنتظر هو بيقول، يعني الشيخ بيقول ان سيدنا المهدي المنتظر نعم هيظهر في اخر الزمان ومن علامات يوم القيامة، ولكن مش بالشكل مش بالاسلوب المضحك ده. ولازم ان احنا ويجب علينا ان احنا ما ننشرش حاجة زي دي. وبيختتم الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن علامات يوم القيامة، وكان وقتها حدثنا عن يوم القيامة ليزداد المؤمنين إيمانا. المؤمن لازم يجب أنه يزداد إيمانه ويصدق النبي عليه الصلاة والسلام،
وإذا إحنا عشنا وشفنا علامة من علامات يوم القيامة، فإحنا يعني ما نجريش ونهلع ونجري على السلع نخزنها في بيوتنا. لا، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا وبيقول لنا إذا يعني إذا جه يوم القيامة لازم إن إحنا إيه نتحلى بالإيمان وبالصبر، لازم نزداد إيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرزها. يعني لحد آخر لحظة في عمر الإنسان وفي إيده مثلا بذرة ممكن يزرعها ويعمل خير، لا ما يعني ما يتأخرش ولا متأخر، يعني ما يتأخرش لحظة إن هو يغرز الفسيلة اللي في إيده دي في الأرض عشان تنمو بعد كده، تنمو وتفيد الناس وتفيد المجتمع، حتى لو هو نفسه يعني خلاص هيموت، بس ايه ممكن يفيد اللي بعديه. فالإسلام يعني جميل وحلو وبيحس على الخير والأعمال الصالحة. وفي النهاية يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.